Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu rakirina ümmeta ve pesihisna ümmeta ve çekirin ve islahkirina ümmeta lazım evi ümmeti kudveha bin. Kudve yani kaideha bin. Çi kaide ruhi bin. Çiyet siyasi. قايدة روحي علماء الدين علماء الدين أو إنسان وكت بنا ورسد أنبياء ورسد أنبياء جي طبعا ما قلق جاري بيان كلي پیغمبرا همو پیغمبرا چتشنية خطام الدنيا كويك بيتا ورسد وان ما تركنا صدقة جاتشتاك بسيط جي طبعا بهلن دي فخورا بيتا صدقة بو أمتي بو طبعا الشعبية بو خلقي او ناكن نبو طبعا مالت خو نبو عيالت خو نبو اكد بيجن عشيرتت خو رسالة وان رسالك عامة بو ملتية بو شعبية رسالك خدائية چنك او خدا رب هميانا رسالوي ذيب جهيت هميان فإرث انبياء او وكو طبيعي يعني اشارات داية حديثة پیغمبري ارث دي بجاف عالماء اب علماء ميراد گرت پیغمبرانا میراد گیرید چی؟ پیغمبران نه مزرعه و نه پاسه و نه بستانید قصبه هنه و نه یعنی رزید تری هنه و نه وله هنه و نه کنوس هنه پیغمبر همی در کفتین دنیای و هم مدینون دین دارن نحیا دنیای بوان چکی عبادت دنیای نکیره ارث انبیا بیره او تشت مصدره لوی تشت عالم حضرت کرد چنکی ما عندکم ینفت و ما عند الله باق او تدبینی اف منصبه و اف دنيايا و اف يعني قربالغة و اف حركة و اف هموها الدنيايا دا يلا جاو صابت ما يكيني بيش كل ما في الدنيا او تشتت تجهي دنياي منصبي مالي كنوزا زيرا حياتي زنجيني بازرگانية تجارتي بيش كلها كمال اصبته في منامك شبت بي مالي او تو خويدات بيني بلا كس كيفا خوب بينيني تشتكي بأساسا ألا كل ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل اف نعمات التوتيدا طبعا همي دماهيك كي هي برهند خد تعالى الدنيا نكر يا دار السلام يقول كي دار له إنما الحياة الدنيا متاع أوجي وصفك دي يقول دار الغرور يعني وصفك دي يقول لهو ولعب بو بوچی اف حیات امتدا بوچی اف جینا امتدا بوچی اف مان امتدا به دنیای دا بوچی له و لعب شکه به اساسا چونکه همو نعمت تدا طبعا معرضن دي چن تو وقتا کی جحیلی فتره کی بمینه دهم بینی تو پیر بو نعمت جحیلی نیچو الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب افا طبعا هاتی سر دنیا وقتا که تو انسانا که ساخلمی و تندرستی دهن بینی فجعتا او صحت تهات استاندن اذا نعمتا صحت ایج طبعا نما وقتا که تو زنگینی دهن بینی او زنگینی طبعا نما وقتا که تو حکمرانی دهن بینی وقتا که وسیع و ریسک رستایتا هر کم بین نبید حکمران و رئیس که چلید کم دمائی کان چوات خرین سر شارعا ان طبعا بسجون ابد مرن اذا او نعمه جينامينيت نعمه حياتي طبعا بكليه اف حياته تتدا او طبعا اوجي طبعا نامينيت اذا اف حياته دنياي خدي تعالى نقول كي في دنياي دار السلام خدي تعالى يقول كي اخرته دار السلام بو شي قلت يا اخرته دار السلام چونكي نعمه اخرته طبعا ناچن جحيليني جحيليني الصحة همار ديميني الصحة زنجيني همار زنجيني عمر همار أنتم فيها خالدون أو حياة وكو نعمة توي طبعا نزايل بنو نجن أو دار السلامة أما أو حياة أم بين أبروكا تشب سري عالم التيني طبعا تقلب الدنيا بي خلقي وي وقت تنشي بيجابي حياة حياة ده بيجابي حياة الغرور ده بي حياة له ولعب ده بي حياة يعني نا أساس بنية إذن إرث أنبياء بعلماء الدين بعلماء نلبي دنيا إذا نعمته با إرث أنبياء كون بتن المنظومة أخلاقية دا مثلا أبا وارث پیغمبرانا چه جهاد دا بلا خب دا پیغمبري اوی چند وسطیای اوی چند وقت خبری اوی چند معارکت کرین
بضد يعني ظالمه بضد قاوره بضد يعني اب انسان طبعا بين حياته طبعا تكدن وظلمه كان بلي خب دي پیغمبر امام مجاهد ابي اذا وقت تو امام بي تو خطيب بي تو يعني بانگواز بي وقت جهاد دفتنه بي كلمه حق دفتنه بي ظالميني دفتنه بي بوري دفتنه بي تو نبيج ظالم يا ظالم لا تسمي الاشياء باسمائها نبيج فاسق يا فاسق ونبيج مؤمن يا مؤمن يعني تو تبيج يا قاتل يا جلالة الملك تبيج يا سارق يا سمو الأمير يعني أفنابا بيجنبان يعني لا تسمي الأشياء بأسمائها أو قوم قومك السقطة أو عالم أو يعني وارث أنبياء نينا أبي وكو نبت أو جي إنسانك مجاهد أبي وكو نبت إنسانك بتا يعني عضوك المنظمة شجاعتك پیغمبر مجاهد بي عالم ديني دبيت وارث پیغمبر جهاد دا جاهد الكفار جاهد المنافقين جاهد العلمانيين جاهد اهل الالحاد جاهد الشيطان جاهد النفس طبعا مجال جهاد يلا كه امرو به اب عالمها وقت بيت بيت وارث پیغمبري وقت به پليوارد گيري به درجاري لازم اوجي مجاهد بيت اوجي انسانك بيت طبعا طبيعي جاي جهاد جي ايكش مقاومات جهاد شجاعته ميرانيه بويريه پیغمبر عليه الصلاه والسلام همي پیغمبره بله خب دي لم يرسل الله نبيا جبانا قد تو بله خب ده سلسله انبياء چونكي اكا جبان من نميرن برسين جوان فراعنه بگرن وان نمرود بگرن وان طاغيا بگرن وان علمانيا بگرن وان ملحدا بگرن وان مفسدا بگرن مروف جبان نميرد بيبتر كده فانبياء خود تعالى هم ائمة الشجاعة إذن وقت عالم ديني وقت بصرمان تمام شجاع عبد نبيد معناه نوارث أنبيانا معناه أبي إرث أنبيانا ورقرتيا وقت نوارد أمر معروف بكات وقت نوارد كلمة حقية بيجت وقت نوارد بيجتا ظالمي يا ظالم بي وقت خلاص هرقى پیغمبري أمريكي قلت إذا خافت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع وقت او ملته اف نبيش كره اف عبادت كره اف روجي كره كذا وصا جبان بي نوير يوم بيجنا ابي دزي يا لص ابي ظالمي يا ظالم بس قلت السلام عليكم نفاق وتملق ومجاملة وكذا الى اخره بيش بي وقت نبيش يوم ايتي سلوي امتي بتا او امت نيا سخة او امت حكم امواتنا او امت امتك مقبورة او امت يا منتهية بو چنكي نبيت بيش دا ظالمي يا ظالم بلا خب دا اف ظالمي هاي بريبت چيتو في شارعي خوبات داتو بلا خب دا تدفنه يا بلندا آزاد اف انسانيا بينما اكا حكمك با قانونك با اف انسانيا حب جار حكم اعدام داشت سدهت اعدام کرن باشا توسا آزادی ته هاي لصو هاي دزو هاي قبحت کر هاي دزي کر ابا چه ابا همي طبعا بودی ملتی زفرید شعبی زفرید خلقی زفرید چنکی خلقی رسالة خود طبعا ادانه کریا اگر امت ترس یا بیشتا ظالمی یا ظالم نبیجا میتیل و امتی بکن خلاص او امت یعنی مقبوره وحتى دمائكي إذن إرث أنبياء زهدة زهد يعني أو علماء أو خطباء أبيتوكو طبعا عبادة بارا ويت خميصة ويت قميصة ويت دينار ويت درهم تعيسة تعيسو أو دي ديتيشن من أحب الدنيا فليتهيأ للذل أو إنسان حج دنيا يتكسر حسيبه عقيدة وصار حسيبه ديني وصار حسيبه ما بودا بلا أو كاري خب كات خد تعالى ديوي رزيل كات ديوي جميني ديوي فهيد كات ديوي ريراش كات بجات شو الشعب بيت شو ملاب بيت شو بان جواز بيت حتى طبعا دي مايكي إذا إرث أنبياء أو يتوكو أف علماء أو أف خلكة بيتا إرث شجاعة أمر معروفية زهدة كرامة أو كرمة مردينية إثارة خراجرتنا إك وجهية كلمة حقيقية بس نجرنا ظالمية بس جرنا مظلومية يعني كاتش قوتك هي كبيغمبري تشتك كان خلوق القرآن وقت هم بري خود دينبان علماء وان انسان تاك خلوق وي قرآن نبيل وي وقت هم بيجني بابو تو نوارس بيغمبراني اف ادعاء توتك محتاج بيينية ودليلة دليل جي طبعا تانية چمك هم تدبين انسيار رباچونة يا ملا يا عالم يا خطيب يا كذا تو نوارس انبياني ارث انبياء تتكرن منظومة اخلاقي يعني او وكو پیغمبري بو مهلاي او منظومة اخلاقي او وكو قرآن داتي الاسلامتي داتي اگر دفي خطيبي دفي امامي طبعا ابا هبو بوقت درست كذا
Ebru yani Peygamber aleyhissalatu vesselam ek işte lan evet o an. Azamet o an, degeş ne o an, hura gert ne o an. Mesela Peygamberi Ebu aleyhissalatu vesselam. Beramberi terhibe ji terhibe. Beramberi tırsan ne o gefe o çaf sol kirne ji. Eti thabit bin şibet çiya kel cibal rasiyat. O beramberi terhibe ji terhibe çe. Vela ve bu da mansaba ve bu da vezaret ve tabkene odaya parlamani hayi münafık de çelike bine şaşka kuda bu da istihdam keyin. Ave plevar gira hayi 5-6 milyon euro gira hayi münafık hitap çin hitap etki gira ila akhiri. Ra'san evmela taban peygamber aleyhissalatu vesselam çelike. 5 vufutan ne de peygamberi aradu ala nebi mansıb riyas. Mansıb el melik. Ve aradu ala nebi hatta yakuna agna minel umma. عرضوا على النبي النساء عرضوا على النبي الدنيا چونكي عالم بيتكد بو مالي بو جنكا بو قصري بو كذا همي دانا پیغمبر بين الترغيب بين العروض والمغريات ابيت بيتا ورس پیغمبري كچوا پیغمبري رفض كر عروض اتوان وقصور اتوان ورئاسة اتوان ومنصب اتوان وكذا اگر تدید ملای منافق رفض نکر بنام بری حزب که گوته وره تکین مسئول اگد تکین عوض پرلمان اگد تکین بدیر عام اگد و همه چو گهشته طبعا زانت اولایان جی نه امام خوده هیا نه پیغمبری هیا نه حرامت قاموسوان ده هیا نه تشته همه چو گهشته کده او نه وارث پیغمبری او وارث شیطانیه و ابواق شیطانی نه لازم ملت بان ملا بان علما رأسا تشخیص کن زانن اف ملایه ها هر وقت یه لحظه جمع کردی، آب عضویه فی نقابت البلعم بن باعورا و منافق، آب وکو طبعاً خدا تعالی گویی مثل و که مثل الكلب این تترکو یلهف، حتی دیمایی یعنی. فلیره یعنی ارث انبیا طبعاً لیرته تزانی که آب علمای تنه، آب منظوم اخلاقی طبعاً ورگرن و حتی به جلویره وقتی علما ابرو طبعا پیغمبر بیش علماء امتی علماء امت آمن عبید مستقیم عبید وکو دین نفروش عبید وکو شاشکو خواه و رهیت خواه و وظیفه خو منبر خو نبنسی که عرض للبیع باشه چه عرض للبیع؟ پده فرعون هده کرد دیده می بجمو چه من او ای کری اف شاشکو بو طبعا مرابحه ها بو تجارته ها اف شاشکو ها اف منبر ها للبیع ها ای باشه فرعون پرای دیگری دی بیا فرعون دی بیا فرعون مشا ابا او انسان فما ربح تجارتهم ابا ناجح نبینه و اب انسان تنه ابسر نکتی نه حتی دی مایی که علماء القدوه ما گود پیغمبر امر گود علماء امتی که انبیاء بن اسرائیل علماء امت آمن دوره وان و پلا وان و مکانت وان وکی علماء وکی پیغمبر بن اسرائیلینا بنو إسرائيل كان تسوسهم الأنبياء كبين السياسيات وانو حكم لاتكر أنبياء أمتا إسلام السياسيات وانو ريبرت وانو قدويت وان بيوست عالم ديني بيد وأف إنساني هابي وكو إثبات كد بأنه كوارث طبعا پیغمبرانا وإرسي پیغمبرانا طبعا يورگرتي إذن چه أمت چه يعني شعب نارابيد سر ناكبيد موافق نابید، ناجح نابید، الا قدوت دادن، الا امام ربانی دادن، الا سیاست راست و درست و مخلص دادن. اگر تدید امتکی، شعبکی، حکام دنیوی و دل علماء الاخره، هر دو اف مواصفات دب مواصفات دکو یت قدویتی، قدویت جی مگودت او او انسان او اتوکو سیاستی طبعا اعلان کنو، وعمليا بري همي انسان او تطبيق كان مثلا سياسيا بيشتا عالمي لا تسرق مال الشعب مثلا دي بري خود اي هرا ابي انسان كلب تحصيب او اختبار دي بري خود اي انسان فلسكي ملتي ناد زيد غير او راتب نيا او يعني مخصصات نيا بوداية وكدي او تصديق نادر ايش كنت خلقي فليلة وقت حاكم ومسؤول طبعا أفل ورقة أمانته وصدقه ده وي وقت دي بيتا قدوة چينك او نا بيتا قدوة أسرا مسا من بره بكام حوارو وتوجيهات أبدام خلقي وعمل مجي يا ستار يعني تشتك دي بيت وكارك دي بيت او هيش قدوة نيا قدوة العلماء والسياسية اول او يتوكو التزام بوي سياسته بوي أخلاقه بوي أمانته بوي ركت كان او بعالمت بيجن
عالم يدي ملاحظة سرنية عالم نشي طبعا ملاحظة أو تبيني السر سيرة توي سياسية يعني عالمي شنكو دي بيتا قدوة شنكو دي بيتا قوي شنكو دي بيتا وارسي پیغمبرة شنكو في إنسان تاني دوري خو طبعا دي ببين نبا وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.